إذا اللقاء جد هام مع السيد الوزير الأول، أولا تثمين العلاقات الكبرى اللي كاينه بين صاحب الجلالة وفخامة السيد الرئيس، وبأن واحد العدد ديال المشاريع اللي كان عطاهم انطلاقة سيدنا هنا يعني في الوقت اللي كان في أبيدجان، واللي شفنا يعني الكيفية ديال التثمين وديال التسريع وديال التنزيل ديال هذه المشاريع، كما أنه كانوا عنده طلبات فيما يخص مخططات الفلاحيه المغرب الاخضر او الجيل الاخضر الان، يعني كيف يمكن لكوت ديفوار ساحل العاج انه تاخذ هذه التجربه ونتعاونوا شويه في الميدان الفلاحي، وكذلك مشاريع استثماريه كبيره اللي يمكن تكون بين البلدين في واحد العدد ديال النطاقات. فكانت كذلك مناسبه انه نهنيوه ونشكروه على هذا الاجتماع الهام اللي هو فوروم ايكونوميك اللي كيخلي انه الافارقه كيتلاقاو كيتكلموا كيتناقشوا باش يكون القطاع الخاص يعني في صلب الاهتمامات ديال الحكومات، باش يمكن يلعب الدور ديالو ديال الاستثمار، وهو بنفسه كيحب يجي للمغرب ان شاء الله قريبا باش يتلاقى مع المستثمرين المغاربه ويشوف التجربه ديالهم في واحد العدد ديال الميادين، مع باش يكون دفعه جديده قويه للعلاقات بين ساحل العاج وبين المغرب. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.